مع اعداد الخدمه كنيسه العطر بالزيتون. نكمل مع بعض الحلقات بتاع شرح الطقس او الممارسات الكنسيه. كنيستنا جميله جدا، واللي بيحضر ويتابع فيبقى يفهم، يبقى جميل جدا، يبقى بيصلي بالذهن وبالروح ايضا. هنتكلم النهارده عن ترتيب القداس. ده حاجة كبيرة، حاجة عظيمة، حفلة كبيرة تعمل في الكنيسة، فعمل لها ترتيب. واحنا لما شرحنا قبل كده اتكلمنا على الكاتامارس، ان اليوم ليه ترتيب، يبتدي بالعشية وبعدين بنصلي زون تسبيحة اليوم، وبعد كده بنصلي صلاة باكر، وبعد كده بنصلي القداس. ده الترتيب بتاع اليوم. نقول في القداس بيحصل كده، عشية في تسبيحة باكر وبعد كده القداس. نسمع عن حاجة كده يقول لك طب في صلاة تسبيحة عشية؟ ممكن اللي يحضر يروح في الدير أو يسمع كده بعض الكنائس بيحصلوا صلاة تسبيحة عشية. إيه هي بقى الترتيب بتاعها؟ نشرح مع بعض الترتيب بتاع تسبيحة عشية. بيبتدوا بلحن نيئس نوستيرو مزمور 116، وبعد كده بيصلوا الهوس الرابع، وبعدين يصلوا إبصالية بتاعة اليوم والصوتقية، وبعدين بيختموا لو باللحن الواطس أو الأضام. دول لحنين في الكنيسة موجودين مختلفين. فالأضام ده اللي هو الأيام اللي هو الحد والاثنين والتلات، والواطس اللي هو الأربع، خميس، جمعة والسبت. فاللي بيحضر تسبيح يعرف الألحان دي، فدي ليها طريقة ودي ليها طريقة في الألحان بتاعتها، وليها ختام. دي الأضام ليها ختام والواطس ليها ختام. هتلاقي الأضام يقول لك رحمك يا إلهي كثيرة جدا، ده الأضام، ده الختام بتاعه. والواطس يا ربنا يسوع المسيح حامل خطيات العالم، ده الختام بتاعها. يبقى احنا كده ابتدينا بنصلي تسبيحة عشية، وبعد كده نبتدي ايه في صلاة عشية. ترتيب بقى رفع بخور عشية. بيبتدي أول حاجة زي ما احنا متعودين في كل الصلوات الكنسية بصلاة الشكر، وبعد في الترتيب بتاعها أرباع الناقوس، بعد كده يصلي أبونا أوشيت الرقدين والزكسولوجيات، وبعدين يقول له افنوتي ناينان، يا الله ارحمنا، اللهم ارحمنا، وبعد كده أوشيت الإنجيل، وبعد كده تلاقي يقرأ المزمور والإنجيل والأواشي اللي هي السلامة والآباء والمواضع والمياه والاجتماعات، وبعد كده التحاليل، وبعد كده البركة، وبعد كده يصرف أبونا الشعب. نبتدي مع بعض بداية مهمة جدا. تلاقي الأب الكاهن بيجي وماسك الصليب، وبعد كده بيفتح ستر الهيكل، شد ستر الهيكل كده من الشمال لليمين، لأن الباب السماء انفتح من خلال الصليب، وأبونا ماسك الصليب كده بيفتح ستر الهيكل. وبعدين بيقول أبونا أليسوني ماس أوسي أوس أوباتير، الترجمة بتاعتها أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله قواتكم معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائد ضيقاتنا سواك. وبعد كده يبتدي أبونا إيه، أجعلنا مستحقين نقول إيه، أبانا الذي في السماوات. وتلاقي أبونا لو معاه آباء كهنة موجودين، هتلاقيه يسجد أمام الهيكل ويسجد للحاضرين في الكنيسة، ويسلم على الآباء الكهنة الموجودين، ودي معناها إن هما يقابلنا بعض، بمعنى ما فيش حد شايل من حد، فيبتدي يقدر يصلي. وده اللي بقى هنا الكتاب المقدس، لو في حاجه بينك وبين اخيك روح اصطلح الاول بعد كده تعالى. واللي يروح الدير ليهم كده في طقس جميل، اللي يدخل كده اي حد يدخل الكنيسه يسلم على صاحب الكنيسه الاول سيد المسيح، وبعدين لو في حد من القديسين رفاته موجوده يسلم عليهم، وبعد كده يبتدي يسلم على الحاضرين كلهم، عشان لو في حد شايل من حد حاجة أو متضايق يقول له أخطيت سامحني، يبقى إيه معنى كده، إيه أعرف أبتدي أصلي أمام ربنا. وابتدي صلاة الشكر، تلاقى أبونا الأشليل الشماس يرد عليه للصلاة قفوا، إيه بيبروس أفكيس تاسيتي للصلاة قفوا.
وبعد كده يبص للشعب ويرشم بالصليب اريني باسي او السلام لجميعكم، فيرد الشعب ايضا ولروحك ايضا. ويبتدي صلاة الشكر اللي هي بتعلمها لنا الكنيسة، ويقول كل الأشياء تعمل خير للذين يحبون الله. عشان كده في كل الأكاليل والجنازات والمعمودية أي صلاة تبتدي صلاة الشكر، لأنها فعلا صلاة عميقة جدا. صلاة الشكر دي، لأن أنا بقول لربنا بشكرك على كل حاجة، أنا بشكرك أنك سترت عليا وأنقذتني. دي صلاة عميقة قوية جدا، أي حد يصليها يبتدي بصلاة الشكر، وبعد كده يبتدي يطلب الطلبات بتاعته. تلاقي بعد ما خلص صلاة الشكر بتصلي الخورس بره والشمامسة أربعة الناقوس. أربعة الناقوس دي تلاقي الشماس ماسك الدف أو الناقوس، ويبتدي بقى يصليها وقت أبونا بيعمل دورة البخور اللي هو جوه الهيكل. في تلاقي كده يبتدوا في الايام الاضام، زي احنا اتفقنا في ايضام وواطس، يبتدي كريالويسون اموني مارن او او اوشت. دي ليها مقدمه الاضام اللي هي تعالوا فلنسجد للثالوث القدوس الذي هو الاب والابن والروح القدس. فتلاقي فلازم الناس اللي بتحضر بقى تعرف بقى ان دي مقدمه الايام الايه الاضام. وفي مقدمه للايام الواطس تن اوشت ام فيو نيم بشي ايري، دي الاثنين نفس النغمه بس بتختلف في المقدمه بتاعتها. لنسجد الاب والابن والروح القدس الثالوث القدوس المساوي في الجوهر. وهما بيصلوا بره تلاقي الاب الكاهن ومعاه الشماس جوه في الهيكل بيعمل حاجه، تلاقي ابونا بيصلي في صلاه كده اللي هي بتاعت باكر، وفي صلاة بتاعت العشية. فأبونا بيصليها بعد كده يرشم درج البخور، بيرشمه خمس رشومات، مش خمسة، هو بيحط خمس أيادي بخور لكن بيرشم ثلاث رشومات. أول رشم يقول باسم الآب والابن والروح القدس الواحد أمين، مبارك الله الآب ضابط الكل أمين، ويرشم أول رشم. وبعد كده يرشم ثاني رشم، مبارك ابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا امين، ويحط يد البخور. وبعد كده يرشم الرشم الثالث، مبارك الروح القدس المعزي امين، مجدا واكرام اكرام مجدا، بيحط اثنين يد بخور ثاني وهو بيقول الصلاه دي. الخمس ايادي البخور اللي ابونا بيحطها في الشريه دي بتشير الى البخور المخصص لله، لانه بيقول لك من مشارق الشمس الى مغربها اسم عظيم بين الامم، دي في ملاخي واحد. وحاجة تانية، الخمس أيادي البخور دي إشارة للرجال العهد القديم اللي قدموا الذبايح. قدموا ذبايح، أول واحد قدم ذبيحة مين؟ هابيل، هو قدمها من أبقار الغنم. تاني واحد ذبيحة نور، نوح اللي هو قدمها بعد تجديد العالم بالطوفان. وبعدين تالت ذبيحة ذبيحة ملشي صادق اللي بتشير للسيد المسيح. ورابع واحد اللي هو ذبيحة هارون، هو ده اللي قدم ذبيحة، أول ذبيحة قدمها من رئيس الكهنة هارون بعد ما خصص سبت لاوي للكهنوت. وآخر واحد هو ذبيحة زكريا، آخر واحد قدم ذبيحة في العهد القديم للكاهن زكريا اللي هو أبو يوحنا المعمدان. فدي الخمس ذبايح أو الخمس أيدي بخور لأبونا بيحطها في الشري. وبعدين تلاقي بعد ما يخلص ابونا اللي هي الصلاه بتاعت اللي هي الباكر دي او العشيه، هتلاقيه يبتدي يصلي هو والشماس، يبتدي فهو ضوء بيلف حول المذبح ثلاث دورات. فبيصلي او الشيه الاواش او السلام او شيه السلامه والاباء والاجتماعات، كل الكاهن هو جوه الهيكل بيصلي. حتى الصلاه السريه دي اللي هي خاصه الكاهن هو شفيع عن الشعب بيصليها أمام الله سرا، غير الصلوات اللي بيصليها مع الشعب. فتلاقي الكاهن يلف والشماس بيلف معاه وبيقول الطلبة بتاعته، فبيصلي اذكر الرب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، اذكر الرب البطريركان البابا الأنبا، اذكر الرب اجتماعاتنا. طلبات الكاهن بيصليها بينه وبين ربنا في الهيكل سرا،
والشماس بيرد المرادات بتاعتها. بعد ما بيخلص ابونا الدوره جوه الهيكل بيطلع بره بقى، وتلاقيه بقى ايه بيقدم البخور قدام الهيكل 3 مرات بالشريه، وبعد كده بيبص للعذره ناحيه بحري نعطيك السلام، وبعد كده يبص للغرب للملائكه والقديسين، وبعد كده يبص لابلي ناحيه سوره يوحنا المعمدان تبقى موجوده، السلام ليوحنا ابن عماد يوحنا الكاهن ابن الكاهن، وبعدين يبتدي يصلي الابونا الطلبات بقى. اول حاجه في ترتيبنا تعالى هنا الكنيسه الاول اشكر ربنا، وبعدين اطلب رب اطلب منه ايه بقى كده. ف يبتدي بقى ابونا اوشيه ايه اللي مطلوب بصليها بالليل في عشيه. هتلاقي طول السنه بنصلي اوشيه الرقدين، اما في باكر فبنصلي اوشيه المرضى ده يوم الحد والقرابين، وفي وسط الاسبوع في باكر بنصلي اوشيه المرضى والمسافرين، وبنصلي بالليل اوشيه الرقدين عشان في يوم والسبت الصبح برضه في باكر بنصلي اوشيه الرقدين اشاره لوجود السيد المسيح فين في القبر. يجي حد يسال ليه بنصلي اوشيه الرقدين بالذات؟ اول حاجه ان مبدا المحاماه، فانا بصلي للراقدين لاجلهم منذ نياح الشخص الى الدينونه، تمثل ان انا بحامي عن هذا الانسان. وفي نفس الوقت جزء تاني ان هو ما اختلفناش عن بعض عضويه الراقدين في الكنيسه، بدليل احنا في القداس وفي التسبحه بنذكر الملائكه والقديسين والشهداء مع انهم تنتقلوا وتنايحوا، فهم عضويه الراقدين مع الكنيسه احنا مشتركين مع بعض كلنا كنيسه واحده. ويقول لك الصديق ذكرى الصديق تدوم الى الابد، هم لسه موجودين في اعضاء في الكنيسه بدليل ان في قديسين جدا وملائكه بيزورونا وبيعملوا معجزات وساعات ربنا بيبعتهم بالرساله لينا، فيبقى هم ما ماتوش الموت لكن منتقلين، لكن ما زالوا معانا مشتركين في حياه الصلاه والشركه في العالم، ان احنا موجودين وهم موجودين فبنتصل مع بعض مش منفصلين عنا. والحاجه الثالثه لاجل تعزيه الاحياء، ان في ناس بتتعب جدا من يكون احباب ليهم انتقلوا لو عندهم سن صغير او ما لحقوش يشبعوا من بعض، فلما اذكر اسم المنتقلين الاحياء بيتعزوا شويه، لان سيرتهم مستمره موجودة على الأرض، فربنا بيديهم إيه صبر وتعزية بذكر اسمه. بعد ما بيخلص أبونا أو شيط الراقدين بيدخل للهيكل دورة تانية ويخرج، وبعدين إيه يقدم البخور للإنجيل اللي هيتقري كمان شوية، بركة بخور إنجيل عشية أو في باكر بركة بخور إنجيل باكر، ويبتدي يطلع يبخر في الكنيسة ويلف الكنيسة كلها، وهو بيلف الكنيسة دي بيسلم على القديسين والصور، صور أو أيقونات القديسين الموجودة في الكنيسة، بيسلم بقى من العذراء مريم، ملائكة، الشهداء، القديسين، واحد واحد يسلم على كده فهم موجودين في الكنيسة، ويلف ويرجع كده للكنيسة كلها. ف مش بيقدم البخور للشعب، لكن هو وسط الشعب بيلف الكنيسة كلها بيقدم البخور للقديسين، يقول لك السلام للعذراء، السلام لمارجرج، السلام لأنطونيوس، للقديسه مارينا، حسب الصور الايقونات الموجوده في الكنيسه. وقت ده بقى تلاقي الشعب بيصلي زوكسولوجيه، زوكسولوجيات. فيقول يبتدي بالترتيب بتاع الكنيسه، اول حاجه امنا العذراء ام النور هي اول واحده يتم ذكرها في الزوكسولوجيات. وبعدين الملائكة أو رئيس الملائكة ميخائيل والملائكة، وبعدين الرسل يوحنا المعمدان الأول، بعد كده الرسل قديس مرقس، وبعدين الشهداء والقديسين. فتلاقي في العشية يقول لك إيه ريبسول سلم مريم خني في قوة صائب شوي، اللي هي معناها زينة مريم في السماوات العلوية عن يمين حبيبها تطلب منه عنا.
كلامها جميل جدا. اللي يحضر العشية اللي مش عارف قبطي ممكن يقولها عربي، ولو صلينا مع بعض الزكسوية عربي تبقى جميلة، أو صلينا مع بعض قبطي تبقى جميلة، كلنا خرس واحد. في نقطة مهمة جدا بقى، وأبونا بيلف الكنيسة وهو راجع، في حاجة اسمها الأرباع الخشوعية اللي هي كده مكان اللقان أو في صحن الكنيسة في نص الكنيسة، يقول إيه بقى، يبتدي هو واقف كده يبص وهو جاي كده يقول هذا الذي أصعد ذاته ذبيحة مقبولة على الصليب عن خلاص جنسنا. وكان يرس يرشم الصليب وهو بحري كده، فاشتموا أبوه الصالح وقت المساء على الجلجوسة. يرجع ناحية الغرب، فتح باب الفردوس ورد آدم إلى رسالته مرة أخرى، ومن قبل صليب وقيامته المقدسة رد الإنسان الفردوس مرة أخرى. دي اسمها الأرباع الخشوعية. وبعدين هو راجع بقى بيقول إيه؟ بيقول حاجة مهمة جدا. يا الله الذي قبل إليه اعتراف اللص على الصليب، اللص اليمين على الصليب، اقبل اعتراف شعبك. اقبل اعتراف شعبك. والهدف برضه من دورة الأبونا الكاهن وهو وسط الشعب في الكنيسة كلها، إن في حاجة لو في إنسان عمل خطية بعد ما اعترف آخر مرة، وبعدين بكرة عايز يحضر القداس، بس في حاجة منعاه، فيعمل إيه؟ فيعترف لأبونا بسرعة عشان يلحق يتوب وتاني يوم يقدر يتناول. فدي اللي بيقول عليها إيه؟ الاعتراف على الشرية. وأبونا بيلف كده الكنيسة، أبونا بيفتقد الشعب وبيشوف مين الموجودين والحاضرين ويطمن عليهم، وفي نفس الوقت الشعب لو عنده حد عنده حاجة تعباه، حاجة مضايقاه، خطية عملها، بيعترف بسرعة على الشرية مبونة بسرعة قبل ما إيه يتناول تاني يوم. فزي ما قلنا كده أبونا بيخلص ويرجع الهيكل، بيعمل دورة تانية جوه الهيكل ويرجع يسلم على الإنجيل ويقدم بخور الإنجيل ويختم كده. خلي بالنا كده بقى، أبونا عمل ثلاث دورات، في الأول بعد صلاة الشكر، وبعدين بعد أوشطة الراقدين عمل دورة، ولما رجع لف الكنيسة عمل دورة تانية. يبقى كام كده دورة؟ خمس دورات. تلاقي بعد كده نبتدي أبونا يصلي، الشعب يصلي قانون الإيمان. دي نقطة مهمة جدا، إن قانون الإيمان ده أساس العقيدة بتاعتنا. أنا لما بصليه كلنا بنشترك في الإيمان وبنثبت الإيمان بتاعنا وبنعترف لله بالإيمان بتاعنا. فتلاقي الناس بتصلي قانون إيمان، وبعدين يبتدي إيه أبونا الكاهن يصلي فنوتي ناينان. ليها طريقة حلوة وليها نغمة جميلة معزية، وبنطلب فيها مراحم ربنا. تلاقي أبونا يمسك ثلاث شمعات ومعاه الصليب، وبعد كده يقول إيه فنوتي ناينان. فنوتي ناينان يعني اللهم ارحمنا، قرر لنا رحمة، تراءف علينا واسمعنا وباركنا وأعنا، وارفع غضبك عنا وافتقدنا بخلاصك واغفر لنا خطايانا. وليها لحن جميل، لو ساعات بيبقى طويل شوية لكن نغمته جميلة وفيها كده بطلب من ربنا وصلاة عميقة يعني. بعد كده بنختم كريال هيسون ويبتدي بقى يصلوا أوشية الإنجيل. أوشية الإنجيل أوشية يعني طلبة، بنطلب من ربنا. يا سيد رب يسوع المسيح إلهنا الذي قال لتلاميذه، قال لهم إيه بقى؟ أنبياء وأبرار كثير اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا. فكلامها لو نركز مع أوشية الإنجيل جميل جدا، فبيجهزنا نحن إحنا الحاجات اللي هنسمعها دي محدش سمعها. في أنبياء كتير عاشوا وما شافوش، في ناس قديسين عاشوا قبل كده في العهد القديم ما شافوش الكلام ده. احنا بقى هنسمع الكلام الجديد اللي هو السيد المسيح جه قاله وربنا بعته لنا، فاجهزوا بقى عشان تسمعوا الكلام ده. وبعدين تلاقي الكاهن ابونا كان يدخل الهيكل ويعمل دوره تانية، يبقى كده سادس دوره زي ما قلنا، يحط يد بخور في الشرية ويدخل. وهو جوه بقى ابونا بيمسك البشاره بيقول زي سمعان الشيخ، الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام لأن عينك أبصرت خلاصك، نور تجلى أم مجدك لشعب إسرائيل. زي سمعان الشيخ بالظبط اللي هو قاله لما شال السيد المسيح. فإحنا بنشيل البشارة اللي هو كلمة الله الحية، ونخرج بإيه بره الهيكل ونقدم البخور الإنجيل.
لان احنا تلاقي ابونا هو بيقدم البخور للانجيل مش للمنجليه ولا الشماس، لا لكلمه الله الحيه. دلوقتي الكلام ده اللي هيطلع ليكوا ده كلمه ربنا ليك، دي كلمه خاصه ليك انت. وبدليل تلاقي الشمامسه يجوا يعملوا حاجه حلوه، يمسكوا شمعتين ويقفوا قدام الانجيل. ليه؟ يقول لك تعالى كده كلنا نبص ناحيه النور اللي احنا ماسكين دلوقتي الشمعه دي. في حاجه تحصل دلوقتي هنا مهمه جدا. في حاجه تحصل هنا اللي هو ايه؟ كلمه الله. الانجيل. كلنا نركز ونستفاد. في مزمور وفي انجيل. وبنحط البشاره، المهم الانجيل كده اشاره لظهور المسيح كمعلم لينا. فاحنا جايين النهارده نستفاد، فمهم جدا نركز في قول الانجيل بتاع اليوم. وتلاقوا الشماس يقف على باب الهيكل يقول لك استاسيتي ميتا فوفو ثيو اكوسومنتو اجيو فانجيليو، دي يعني قفوا بخوف الله لسماع الانجيل المقدس. قفوا بخوف الله لسماع الانجيل المقدس. فبعد كده يقول لك ابونا بيقول ايه؟ مبارك الاتي باسم الرب، يا رب بارك. فصل من انجيل معلمنا القديس متى او مرقس او لوقا، بركاته علينا امين. بعد بقى ما نسمع الانجيل مزمور والانجيل، هتلاقي ابونا يصلي بقى. نطلب بقى، احنا دلوقتي شكرنا ربنا وطلبنا من اجل الرقادين وذكرنا امنا العذراء في الزكسولوجيات والشهداء والقديسين، كل دول احنا وصلنا في نوتي ناينان وسمعنا الانجيل. نعمل ايه بقى؟ نطلب. من حقنا بقى نطلب بقى. فابونا يصلي بقى الاواشي، الطلبات. السلامه، سلم اجل سلامه الكنيسه. والاباء من قبل ابونا البطرك. والمواضع والمياه والاجتماعات. دي ممكن بتصلى جهرا واحيانا بتصلى سرا حسب الوقت المتاح. ف زي ما قلنا كده تلاقي صلوات من اجل كل الناس. هذه كانوا قاصي المسكونه الى اقصاها. وبعدين لما يذكر في اصعدها كمقدارها اجل الارض كلها والزروع والمياه والامطار كل حاجه. وتلاقي من اجل الارمله واليتيم والغريب والضيف. فهنا بنذكر كل الناس، ما فيش تخصيص. يعني في ناس يقول لك لا انتوا بتصلوا من اجل المسيحيين فقط، لا ما قالش الأرملة مين ولا اليتيم اللي هو المسيح فقط، لا الأرملة واليتيم والغريب والضيف والمسافرين. لما كنا بنصلي من أجل المسافرين، من أجل كل الناس. بعد ما نخلص الـ 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 الأواشي والطلبات دي، هتلاقي يصلي أبانا الذي، وبعدين تلاقي أبونا يصلي التحاليل الثلاثة. فآخر في اتنين أبونا بيصليهم سرا، وفي التحليل الثالث بيقول أبونا يقول جهرا. التحليل ده اللي هو يا سيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد الذي قطع كل ربط خطايانا. هتلاقي ابونا ده برضه بيقراه التحليل ده للمعترف، فلما حد يعترف وبيصلى في عشيه مباكر. بعد ما خلص التحليل الختام بقى اللي هو امين الليل ويا زوج سابت ريك ايوك، يشترك الشعب في الختام. وبعد كده ابونا يقول البركه، الله يترأف علينا ويباركنا ويظهر وجهه علينا وارحمنا، يا رب خلص شعبك بارك ميراثك. طلبة جميلة جدا اللي هي البركة عشان أبونا يصرف بها الشعب. بعد ما نخلص دي تلاقي أبونا بيقول بخريستوس بنوتي، يعني إيه؟ يعني المسيح إلهنا. ده أبونا بيقول للشعب يسألهم المسيح إلهنا، فالشعب يرد إيه؟ أمين يا سشوبي، يعني إيه؟ أمين يكون. أبونا بيأكد المسيح إلهنا وهو ماشيين، فالشعب يقول إيه؟ أمين يكون. وبعد كده أبونا يقول يا ملك السلام، التسريح بقى، يا ملك السلام أعطنا سلام قرن سلامك واغفر لنا خطايانا. وبعد يقول أبانا الذي في الآخر امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم. فالشعب يرد ومع روحك أيضا. وينصرف الشعب. يبقى كده إحنا خلصنا طقس عشية، وهي هي زي باكر بس بيختلف زي ما قلنا كده. العشية بنصلي فيها وشيط الرقدين، اما باكر فبنصلي المرضى والقرابين ده يوم الحد، او المرضى والمسافرين لو باقي الايام. ربنا يعطيكم كده ان احنا نعيش حياه نقيه ونفهم الطقس بتاعنا ونستوعبه ونصلي بالروح وبالذهن ايضا، عشان المره الجايه ان شاء الله نكمل معاكم بقيه القداس. والله ربنا المجد دائما ابديا امين.